بالنسبة للعلماء يختلفون في هذا، بعض أهل العلم يستحب لطالب العلم أن يعتمد على الله ثم على ذاكرته، ما ينشغل أثناء إلقاء العلم، وإذا عود نفسه هذه الطريقة شاقة وصعبة، لكن إذا عود نفسه عليها بإذن الله عز وجل يتحصل على ملكة يضبط بها كثيرا، ليس في الدروس بل حتى في غير الدروس، يعود نفسه إذا جلس في المجلس أن يركز وأن يضع، خاصة إذا كانت الدروس علمية دقيقة، أو كان من يتعلم على يديه يعني في متن أو كتاب علم مركز، فهذا يسهل بإذن الله عليه أن يضبط. والحقيقة كثير من العلماء والأئمة حتى ذكر عن بعض السلف ما كانوا يستحبون أثناء إلقاء العلم الكتابة، وما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه كان بعد فراغي من الخطبة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أثناء الذكر وأثناء العلم لا أشك أن الأفضل والأكمل أن الإنسان ينصت ويستمع. ولا أذكر أني كتبت بين يدي والدنا وشيخنا رحمه الله إلا مرتين، في الدرس الأول والثاني، ثم لما كان الدرس الثالث قال يا بني لا أريدك أن تنشغل بأي شيء وأنت تسمع الذكر، وعود نفسك على أن تحفظ. حتى كان رحمه الله ليس له تسجيل لدروسه، لأنه كان يظن أن هذا يجعل طالب العلم يكسل فيعتمد على المسجل وعلى المحفوظ، وإن كان الحقيقة التسجيل له فوائد عظيمة، لكن هذا الذي كان في اجتهاده أنه يخشى عليه أنه يتكل. وبالفعل وجدنا كثيرا من طلبة العلم من زملائنا الذين كانوا يسجلون لم نجدهم مثل الطلبة الذين كانوا يحفظون ويركزون. فالتركيز أثناء الدرس والاستماع والإنصات، ولا شك أن هذا أعظم فائدة، وهو جار على الأصل من تعظيم العلم الاستماع والإنصات إليه وعدم الانشغال بأي شيء سواه. وكذلك أيضا هناك أيضا من يرى أنه يقيد ويكتب ولا بأس بذلك. بعض المشائخ يعطي مجالا لطالب العلم أن يكتب، يعطي مجالا لطالب العلم أن يدون ويقيد ويعيد الكلمة الجملة مرتين وثلاثا، وهذا لا شك أنه طريقة محمودة وفيها خير، ولا شك أن الأفضل والأكمل أن طالب العلم لا ينشغل أثناء إلقاء العلم، هذا هو الأكمل والأفضل. وأما التقييد العلم الحمد لله في هذا الزمان تيسر، فالدروس مسجلة واللقاءات مسجلة، وهذا فضل من الله عظيم الحمد لله يسر الله به لطلبة العلم، فلنحمد الله ونشكره على هذا الفضل العظيم. وإلا لا شك أن من عرف حال السلف في القديم كانوا يعتمدون على الله ثم على الحفظ، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يقوي ملكة الحفظ والتركيز، لأنك إذا جلست في مجالس العلم وعودت نفسك على التركيز والحفظ والفهم المباشر، فإن هذا بعد مرور مدة وجيزة يسهل معه. إذا جلست في مجالس عامة أو جلست في لقاءات علمية تريد أن تنفع بها يسهل عليك أن تستحضر، ويسهل عليك أن تبين. وأما إذا اعتمدت على المكتوب فحينئذ تضعف ويؤثر هذا على تركيزك، فلا شك أن الاعتماد على الله ثم على الحفظ أفضل وأكمل، والله تعالى أعلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.